ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. برأ الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام من كل دين يخالف دين الإسلام، فقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فلم تكن اليهودية ولا النصرانية إلا من بعده بآلاف السنين، ولكن كان حنيفا مسلما. ومعنى حنيفا مائلا عن العقائد الزائفة والضلال إلى الاستقامة، وكان مسلما مستسلما لربه بالطاعة والعبودية. فالإسلام المقصود في هذه الآية هو الإسلام بمفهومه العام، وهو دين جميع الأنبياء من آدم عليه السلام وحتى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التخلية قبل التحلية. فنفى عنه اليهودية والنصرانية أولا، ثم أثبت له الحنفية والإسلام وما كان من المشركين. فلم يشرك إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الله آلهة أخرى من صنم أو وثن أو مخلوق، كائنا من كان. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.